مصباح عليكم مشاهدينا مرة تانية، وأهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. هنبتدي أخبارنا الرياضية مع آخر أخبار بعثة منتخب مصر اللي غادرت مطار القاهرة الدولي امبارح في طريقها لكوريا الجنوبية على متن طيارة خاصة لخوض المباراة الودية قدام منتخب كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء اللي جاي في مدينة سول. فريق الأهلي ختم تدريبه على ملعب مختار التتش ضمن تحضيراته لمواجهة مصري السلوم في دور الـ 32 من بطولة كاس مصر، وأعلن الجهاز الفني للأهلي قائمة الفريق استعداداً للمباراة اللي هتتلعب النهاردة على استاد الأهلي والسلام. رابطة الأندية أكدت في بيانها أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك هتتلعب يوم 19 يونيو على استاد الأهلي والسلام، ونفت الرابطة إقامة اللقاء على ملعب استاد القاهرة الدولي. واستأنف الفريق الأول لكرة القدم في نادي الإسماعيلي تدريباته على الملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية ضمن برنامج الإعداد لمواجهة المقاولين العرب يوم الجمعة اللي جاية لحساب منافسات الجولة الـ 22 في مسابقة الدوري الممتاز. منتخب ويلز اتعادل مع المنتخب البلجيكي بنتيجة 1-1 في المواجهة اللي اتلعبت على استاد كارديف سيتي ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية. بالنتيجة دي بيحتل منتخب بلجيكا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة بالمستوى الأول برصيد 4 نقط، أما منتخب ويلز ففي المركز الرابع والأخير بترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة. منتخب هولندا اتعادل امبارح مع المنتخب البولندي بنتيجة 2-2 في المواجهة اللي جمعتهم على ملعب فينورد، وبكده بيتربع منتخب هولندا على صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقط، ومنتخب بولندا في المركز الثالث برصيد 4 نقط. كمان التعادل الإيجابي 1-1 حسم مباراة المجر ضد ألمانيا في المباراة اللي اتلعبت على ملعب بوشكاش أرينا ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بدور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية. حسم التعادل السلبي أحداث مباراة إيطاليا وإنجلترا اللي جمعت المنتخبين على ملعب مولينيو ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، وبكده بيتصدر منتخب إيطاليا جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقط بفارق نقطة عن المجر الوصيف، ومنتخب ألمانيا في المركز الثالث برصيد 3 نقط، وبيتديل منتخب إنجلترا الترتيب برصيد 2 نقطة. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية. دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا ليك يا لنا.